من جماعة جولان. الشروط التركية واضحة، أريد أن أذهب إلى القاهرة. 10 شروط أساسية، واحد من هذه الشروط أن تعلن صراحة الحكومتان الفنلندية والسعودية تخليها عن دعمهم الرسمي للمنظمات الإرهابية. ثانيا أن تسلم المطلوبين قانونيا وجزائيا وقضائيا من قبل المحكمة التركية لمن فروا ومن ينتموا لهذه الجماعات. ثالثا أن لا يكون هنالك بروباغندا إعلامية وتم إغلاق جميع المكاتب التي تعمل داعمة لهؤلاء. 4 لا يتم تجنيد ممن يتطوع من يريد أن يذهب لدعم هذه المجموعات الإرهابية. 5 أن تعلن كل من السويد وفنلندا بكل وضوح بأن هي مع محاربة هذه الجماعات، لا يكفي أن تقطع الدعم وأن تحاربهم إذا ما أرادوا أن يصبحوا عضو في الناتو، لأن المادة 5 تقول إذا ما كان هناك تهديد إرهابي إلى أحد الدول فعلى جميع أعضاء الناتو أن يدافع عن هذه الدولة. تركيا بقت وحيدة يا سيد عام 2015، داعش جاءت، من جاء ودافع عن تركيا في 2015؟ الناتو سحب الباتريوت من الحدود الجنوبية. بس هالموضوع